ابقى الآن وبرنامج صورة ونص مع الشاعر محمد سعيد من راديو الغد. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة الغد، مساكم الله بالخير وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامج صورة ونص. مثل ما تعودنا بكل حلقة نبلش بأول فقرة اللي هي لقطة شارع، نختار موضوع مهم موجود بالشارع، سواء كان حدث أو موضوع اجتماعي. اليوم موضوعنا اختاريناه نسبة للضيف الموجود ويانا بالاستوديو هو الفراق. الفراق كل إنسان غالبا ما يمر بهاي المرحلة المؤلمة. بغض النظر عن المسائل الغرامية، الشعب العراقي بالخصوص هو شعب يعاني من الفراق. ليش؟ بسبب الحروب والأوضاع الأمنية اللي أدت إلى النزوح وأدت إلى الهجرة خارج البلد. بينا اللي فارق شهيد، وبينا اللي فارق مسافر، وبينا اللي فارق بيته وأهله ومنطقته. اليوم ضيفنا هو شاعر عانى معاناة النزوح، قبل فترة كان نازح واليوم احتضنته مدينته من جديد. راح نتناقش وياه بعد ما راح نتعرف عليه من خلال هذا الريبورتاج. على البدلة العسكرية تعاتبيت، ليش ما تلبسها؟ قالوا يا الخوي. قلت من نلبسها صادر جهد ناس واقفة بوجه المدافع والدوي. شاعر تميز بالشاعرية، ولو تحدثنا عن قصائده لأسميناه شاعر المواقف، فأغلب قصائده كتبت آنيا ولموقف معين بحد ذاته، كانت أبرزها قصيدة بزيبز والبدلة العسكرية. احتوا وسولفوا، هو الوقت هيج، ولكم مني كلايات الإعجاب، اهي ظلت عليكم لا تسكتون، ما اعتب لغيت حروف الاعتاب، شاعتب على بزيبز لو على الشيوخ اللي سووا على الشرف والمرجل اضراب، شاعتب على السياسي لو على اشخاص فلا نعرف مواقعهم من الاعراب. اما لو تحدثنا عنه كاعلامي فهو اعلامي ساهم بتطوير البرامج الشعرية وعمل في هذا اللون الفريد الجميل، ادخل الاثارة الحوار وعنصر التشويق إليها. يعني كليتنا يعني الحمد لله وشكر يجوز أفضل حال من هاي الناس، يعني اللي قاعد ببيت، لكن لما يجي ويعيش هنا شعوره يختلف، غيرته تختلف، دواخله، ضميره يختلف. تعال زور هنا، زور الناس. يعني أختصر الموضوع، يقول كنا نفرح بالمطر ونهلي بيه، وحتى تمطر أمه ترفع إيدها، هسه صارت بالعكس، بس تدري ليش؟ القاعدة بخيمة، المطر شي فيدها. ضيف حلقة صورة ونص لهذا الأسبوع إنه الشاعر أحمد هندي. متواصلين وياكم أعزائي المستمعين، وضيف الحلقة اليوم أحمد هندي. يا حبيبي عمودي، هذا قلبك الله يخليك. الله يسلمك، حياك، كل عام بخير، عيد ميلادك. أشكرك. شلون سفيان؟ الله يسلمك يا حبيبي، وأنت بألف خير. شلونك أحمد؟ كادر رائع، بألف خير، ومسرور جدا بوجودي اليوم، تواجدي مع محمد سعيد الطاهي. برنامج ما شاء الله صورة ونص اللي بداية حلقاته كان إلى بصمة واضحة وكان إلى تأثير على الوسط وعلى الساحة. أهنيك من كل قلبي. أنا هنيتك على الخاص، لكن أهنيك اليوم على العام مع ناسنا وهنا ومستمعينا اللي يستمعوننا من خلال إذاعة راديو نينا والغد أو الغد، وحتى اللي يشاهدونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لهم كل التحية والحب والتقدير، ومرة ثانية مسرور بوجود وياك من قلبك. احنا سعيدين أكيد احنا بتواجدك. الله يسلمك أحمد. احنا لسه قبل شوية احنا كل حلقة عندنا لقطة من الشارع، بما أنه أنت اليوم ضيفنا
أنا أتصور يعني من خلال هاي السنتين رافقتك هنا بأربيل وشفتك تعاني معاناة الغربة والنزوح، اختاريت هذا الموضوع حس ينطبق عليك. تمام. الفراق شنو اللي شنو كان إحساسك أثناء ما كنت نازح، وش صار إحساسك من رجعت ديرتك؟ يعني تحدثت أولا عن موضوع مهم بالبداية هنيك علي، أنه الفراق مو يتحدد أو من الممكن أنه نختصر بموضوع فراق الحبيب صح أو أكيد. الصديق، الفراق بكل تفاصيله وبكل أحواله هو يحمل الكثير من الألم والحزن. يعني هذه الأيام وهذه السنين اللي مضت علمتنا شنو معنى الفراق وشنو أهم ما يعاني الإنسان ممكن من تفاصيل الفراق. اتضح أنه فراق الوطن أو فراق المدينة اللي تربيت بها هو أصعب أنواع الفراق، فلذلك اجتازت كل مواضيع فراق الحبيب والصديق والأب والأخ، لأن من الممكن أن مدينتك تعوضك عن كل ما تفارقه سواء أب أو أخ أو صديق أو حبيب إذا كنت موجود بمدينتك، لكن أنه تغادر مدينتك فأنت فاقد لكل هذه الأشياء. هنا بالغربة ايش قد كانت نسبة تهنيتك لمنطقتك؟ مليون. احنا ركزنا يعني اكثر شيء على القصائد اللي كانت تطلع بحرقه من احمد هندي. بالتأكيد. يعني راح ناخذها من جانبين، الجانب الوجداني كلش تألمت وقد يكون عانيت ما عانيت، لكن الجانب الشعري جانب يعني ما نقدر نسميه الإبداعي، تواصل مع الشعر ومع الحركة الشعرية، أنا كلش استفاديت كلش خدمت نفسي بهذه الفترة أثناء فترة النزوح. أثناء فترة النزوح من حيث إذا كانت القصائد أو من حيث العمل الإعلامي أو من حيث فتح آفاق جديدة سواء حتى على مستوى الأغنية أو على مستوى النص الغنائي، بكل هذه التفاصيل كانت استفادة وكانت تجربة مهمة تخص أحمد هندي. فلذلك قلت لك هي من جانب يعني الجانب الوجداني والجانب الإنساني كلش تألمت، وما أعتقد أكو وجه مقارنة يعني لما نرجع صح. بالتالي زين أحمد، إحنا نريد اليوم حتى ما نطلع خارج محور الفراق، شخص فارقته كلش أثر عليك، شقد كانت المدة؟ والله يعني هم هواي أكيد، لأن أنت فارقت نقول مدينة كاملة بما تحتوي من أصدقاء. يعني اللي إذا أتحدث لك بصراحة وبدون مبالغة، وأنا اليوم الحمد لله وشكر رجعت لمدينتي فما أكو موضوع مبالغة، الله يديم أشد فراق مر علي بحياتي فراق مدينة الرمادي، الله نقطة سطر قسما بالله، يعني مو للمبالغة ولا يعني الموضوع الإعلامي، ما مر علي أبدا أشد من هذا الفراق. مدينة الرمادي تحديدا محافظة الأنبار بصورة عامة، أربيل وأصدقائي وأقاربي بأربيل وزوجت بأربيل وشغلي وعملي بأربيل كلها تعاني من الغربة. ما يعني تحياتنا لأربيل وأهل أربيل ولكل أهلنا بإقليم كردستان، تحياتنا لكل أهلنا في جنوب العراق بالفرات الأوسط في بغداد كل المحافظات العراقية، لكن يعني من المستحيل مدينتك وأهلك وناسك وصحبتك هي بالمدينة. أنا الحمد لله وشكرت تدري ليش أحكي مسيطر يعني وأحكي بثقة، لأن أنا تركت هذه التفاصيل كلها ورجعت للرمادي هسه ما جاء. هذا أبرهن لك، يعني أبرهن لك كلامي أنه كاستقرار وكأمان وكأنه الإنسان يحس بوجوده وقيمته على هذه الكرة الأرضية إذا مو بمدينته، هذه وجهة نظري الشخصية طبعا، يجوز هواي ناس غير ديرتك ما تفيدك، غير ديرتك ما من الممكن. الله يعينك، الله يسلمك. راح نسترسل بالحلقة من خلال قصيدة اليوم نسمع. أغلب المستمعين عبر أثير راديو الغد هم من هالي الموصل، ودافعت عن كل المناطق مو بس من مدينتك أكيد. خلال اللي تابعناها قصائدك شملت المناطق اللي عانت من النزوح وعانوا ناسها أكيد. فنسمع القصيدة الموصل مو لأن اليوم أنا ضيف راديو الغد، الموصل لها خصوصية طبعا بداخلي، أحبها أحب ناسها، قليل زياراتي للموصل يعني عد الأصابع جزء مرتين ثلاثة رايح للموصل، لكن هذه المدينة لها خصوصية يعني أحسها حقيقة الواجهة الثقافية والحضارية والإنسانية للعراق، فلذلك ما تعرضوا لأهلها وما يعني ما أسيء لأهلها وما صار بأهلها كنا نتألمنا عليه مثل ما نتألم لأي محافظة عراقية أخرى أو حتى قد تكون مدينتي، فلذلك ما من الممكن أنه يمر هذا الموقف مرور الكرام، لازم نكون متواجدين ولو بشيء بسيط باللي نقدر عليه. أنت معروف عنك أكيد بمواقفك. الله يسلمك. ما قاري أنت بالموصل؟
ما قارب الموصل ورد اتحدث عن الموصل سبحان اليوم الله. احنا اغلب جمهورنا اكيد اكيد الموصل اكيد همم عندنا في توجهاتنا في تطلعاتنا اثناء معركه التحرير، فلذلك كانت يعني حتى عندنا اعمال حماسيه لتحرير الموصل والفرحه للموصل، لكن هذا الجانب ما من الممكن يعني كان انه نغض النظر عنه صح. وهو انه ادعوا لها يعني حتى صار هاشتاج ادعوا لها لان حقيقه اذا ما ندعي لها ما أكيد. من الممكن انه نحس بانتمائنا لعراقنا وللموصل. فقلت بردا سلاما نينوى، بردوا سلاما نينوى، هي الهوى والمحتوى من رحت فدوى لطولها، أم الربيع عينو بعد أم الشرف قولولها، تبقى العفيفة الطاهرة شما رادوا يسيئولها. بردوا سلاما نينوى، هي الهوى والمحتوى من رحت فدوى طولها، أم الربيع عينو بعد أم الشرف قولولها، تبقى العفيفة الطاهرة شما رادوا يسيئولها. خايف عليها من ال لا الله لا لي يقولها، مشتاق لك يا موصلي نينوى بشدة يا هلي بكل صلاة تدعولها، بكل صلاة تدعولها. الله يحفظ نينوى ويحفظك، يحفظ كل أهالي نينوى وكل أهلنا بكل المحافظات. دائما نشوفك بهاي القصائد الآنية والمواقف الصعبة اللي أنت تذكرها، يعني أكثر أغلب قصائدك هي أكيد. من المواقف. أنا أعتقد إنه هذا الموضوع اللي يميزه إنه يكون به صدق. يعني القصائد الآنية قد تكون بها سلبيات لكن إيجابياتها الصدق، إنه يكون الصدق عنوان هذه القصائد وعنوان ما يكتب في المرحلة الآنية. طيب ويانا اتصال مخرجنا. طيب أحمد إحنا عندنا فقرة اسمها علامات. حلو. نشوفك علامة. حلو. اليوم أغلب الناس من دروا أنه أنت ضيف برنامجي قالوا شلون ما أحمد قسى على الشعراء برنامج توارد اليوم تطلعهن. يلا حلو. فاليوم تطلع من 45 شاعر. يلا حبيبي جو لك. زين يعني أني يمكن أنت شاعر الأكثر ما نقال عنه قالوا عنك أنت استخدمتها. تمام. فاليوم راح نشوفك هاي العلامة. حلو. علامة تعجب. حلو. تمام. حلو. فرح أقول قالوا عنك. حلو. شون ما أنت قلت عن الناس. جميل. تمام. جميل. قالوا أن شاعر أحمد هندي ساهم بالخلافات بالوسط، وسط الشعر الشعبي. حلو. من خلال برنامج توارد، يعني لو ما برنامج توارد كان ما حثت خلافات بالوسط. هسه أنت تعلقت بيك. شيله. حلو. ته سؤال. هذا راح أجاوبك عليه. ما أريد أقول إنه أنا أعطيت قيمة للوسط الشعري كانت مدفونة هذه القيمة. ده. إنه اليوم وصلنا لمرحلة وأنت شاعر وكل الشعراء يعرفون بهذا الشيء، وصلنا لمرحلة الشاعر يجي يثردون براسه ساعة تلفزيونية بالصباح وباستراحة الظهيرة وبرنامج الشعر وبرنامج المناسبات وبالجمعة يقرأ ساعة تقرأ وروح الله وياك. كأنما جايبك لقصيدتك، أنا اليوم جايبك لشخصك ولقيمتك الشعرية لشخصك. اليوم أنا أنت وصلت مرحلة بالكتابات، كتبت 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 إلى أن أصبحت نجم. أنت اليوم أنا شعرك وصل للناس، الناس اللي تعرف شلون تحكي شلون تحاور. أنا مو برنامج مبتدئين واكتشاف مواهب. صح. أنا اليوم أجيبك نجم، الجمهور وصلت لمرحلة الجمهور يتابعك، ما يريد منك شعر حافظ قصائدك، يريد منك تفاصيلك، شنو عندك مشكلة، شنو عندك خلاف. زين ممكن تطرحها بدون مشاكل، ليش ما طرحت بدون مشاكل؟ هي مو لو أنت هذا اللي استخدمته حتى محمد، يعني أنا موضوع المشكلة أنا ما طرحت يعني قضية مشاكل. أنا طرحت قضايا مطروحة ومتداولة بالوسط الشعري والوسط كله يعرف بيها، لكن طرحتها على الشاعر بالشاشة، ومن حق الشاعر انه يتعامل مع هاي الحاله كيف ما يشاء، يقدر يسويها مشكله ممكن ويقدر يسويها وديه ويقدر يطرحها بطريقه جميله وانسانيه ورائعه ويوصل من خلال الجمهور. لكن الخلل اللي صار وين؟ بعض الشعراء
يمتلك قصائد رائعة لكن لا يمتلك لا أسلوب حوار ولا ثقافة حوار. هذه المشكلة. ما فهموا أسلوب تهجم يعني. البعض من الشعراء ما فهموا شنو هذا البرنامج. يعني هل إنه هذا البرنامج جديد؟ هل ما متابعين برامج عربية؟ هل ما شايفين برامج اللبنانية اللي سابقين بالتجربة الإعلامية قد يكون 10 سنوات أو 20 سنة إعلامية سابقين؟ فهذا الشيء بديهي وتلقائي ووجود الشاعر وأنه تعامله بهذه الطريقة هي إضافة للشاعر مو إساءة للشاعر. طيب لكن يبقى الشاعر شلون راح يتعامل وشلون راح ينقل صورته للجمهور؟ أكيد أكو شعراء طلعوا ببرنامج توارد الناس حبتهم وحبت أخلاقهم وتعاملهم وتصرفاتهم، أكو ناس أساءوا لنفسهم بهذا الطريق. زين أنت اللي خدمك إعلاميين اللي يسيء ولا اللي يطلع بدون مشاكل؟ لا بالتأكيد الموضوعين نقيضين إثارة بالحلقة نقيضين أكيد نقيضين، لكن واحد يكمل الثاني. يعني هذا اللي دا أطلع به هو سبق صحفي. إحنا اليوم نحكي كمساحة شعرية، لو نحكي كبرنامج إعلامي، أنا إعلام اليوم، أنا مقدم برنامج، يعني هذا أتعامل وياه على أساس الإعلام ومهنية الإعلام، أنه أريد المعلومة، أريد أبين للناس هذا الخلاف شنو سببه، أريد أبين للناس، الناس يعرفون الشاعر فلاني ما يحكي يا شاعر فلاني وصارت بيناته مشكلة عمرها 3 سنوات ما يعرفون شنو السبب. لما أجي وبطريقتي أحاول أنه أبين هذا سبب الخلاف، هو شنو راح يأثر على الشاعر؟ بس اذا الشاعر هسه اذا تهجم عن الشاعر اللي صاحب المشكله، هذا مو مسؤول. هم انحطت هسه براسك انت يعني احمد، لو انت ما فاتح هذا الموضوع كان انه ما صار زين. هسه تلاحظ اغلب البرامج بها هذا النوع وهذا اللون. مي. طيب اذا كان هذا الشيء يعد سلبيا زين، اليوم اكثر البرامج صارت بها يعني نفس هذا. اجيتك وارد اجيك على هاي النقطه. انت اول من ساهم، تعتبر نفسك اول من ساهم بتطوير البرامج الشعريه. احنا نعرف البرامج الشعرية مثل ما قلت، تعال شاعر اقرا. خلي اقول لك سالفه، خلي اقول لك سالفه، ارد منك اليوم تصريح. خوش راح اقول لك سالفه. هذا التصريح هي. اول شغله، انا البرنامج ما اعتبره برنامج شعري، انا بداخلي مو برنامج شعري، برنامج تلفزيوني. برنامج تلفزيوني زين، برنامج ثقافي حواري. اي بس انت توارد الاول كانوا كلهم شعراء، كلهم شعراء على على نطاق الشعر. انا احكي لك عن نفسي يعني بداخلي. انا من اشتغلته يعني ما بدليل انه ما ركزت على القصائد، والناس يجون وساعة كاملة ما يقرأ الشاعر قصيدة. يا اخي انا يعني ما جاي اليوم ما مسلط الضوء على الشعر، انا على الشاعر. فلذلك بالتالي هو يحسب انه البرنامج كان يعني ما اعتبره ضمن الخارطة الشعرية او البرامج الشعرية. انا استضافيت، اعتبر نفسي استضافيت ناس نجوم قصائدهم واصلة، قد يكون يعني خدمنا بعض الشعراء، لكن هو بالتالي برنامج نجوم. بس احمد انت صح، اول برنامج احنا نشوف الشاعر بيه يحكي، احنا نشوف الشاعر متعودين انه طلع قرأ قصيدة ومشي. اول برنامج توارد، تأيد انه اول برنامج توارد هو من فتح هاي الطاقة عن الشاعر حتى يحكي؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني هذا ما يختلف عليه اثنين اعتقد زين. انه طريقة الطرح، طريقة اخذ المعلومة، طريقة قد يكون بيها استفزاز الضيف من خلال بعض الامور، هذا يعني ما اقدر حتى يعني حتى الناس، هذا ما اقدر اخفيه انه عن الناس. صح. الناس لحظة ورا برنامج توارد، اقصد البرامج الاخرى قاموا ياخذون نوعا ما من فكرة التوارد، حتى يعني حتى مو على صعيد الشعر، حتى على الصعيد العام، يعني انه هذه النسخة استنسخت على برامج عامة ثقافية و... اها طيب. في هذا الاتصال قول الو عراق. الو الو، مساء الخير. مساء النور، يا مرحبا. الله يخليك، انت شلونك؟ والله بخير الحمد لله. طبعا انا صديقه من اصدقاء راديو الغد، واول مره اتصل على برنامجك. حياك الله، يا مرحبا. انت تتصلين على سعيد السلمان؟ اي نعم. حياك الله، ماكو مختفيه لعد، انت ماكو بحلقاتنا. الله محييك، والله اول مره اتصل، اشرف اكون صديقه للبرنامج. نتشرف بيك، اكيد نتشرف. لي الشرف. الله يخليك، تشاركينا بشي؟ نعم، قصيدة إن شاء الله للشاعر شهد الشعر من حياتنا إلها. يلا تحياتنا إله، تحيات. نسمع. بس الصوت دا أسمع صدى من يمكم، يمكن خلل. هو صدى على مود القصيدة، مخلي لك إياه. نعم. يلا. أنا يا بنادم بنادم،
أنا يا بنادم بنادم بي حنية حمامة وبي من الهجر شمرة، وحتى لو نشفه وقلبي وشيعه وجرفين رحب كل بلم تلقى لذكرة القصبة لما مفارقتني الوادمي سموها ناي وهي من فراقي حسرة. وانت يا بنادم بنادم بيك من الله السوالف كلها طيب وكلها شوق وكلها فطرة، وبيك فرحة قلب جاهل جاب لواحد هدية بيوم عيد وأهل فقرة، وبيك ريحة مستحمي ولون ما شايف عيني لونك عيونك شفافك تكهن خبزة سمرة، واني وانت وانت واني اسم دنيا سولها ومرة ثواني، بس شو سوي لا بخت روحي لقاك ولا بخت روحك لقاني، وانت تدري وانا ادري صاحب اللي ينكر له موقف ما له صاحب، واللي يخون بصاحبه ابي تعاتب، والملح والزاد سارة الخانهن باشر تعثرة، وحتى لو عذروا اهلهن رب اهلهن ما يعذره، والمهم المهم والاهم ندري ما كبر بحر الحزن لازم نعبره، وندري بالدنيا حلمنا شما كبر لازم تزغر، وحتى لو صار لنا واهس لازم الدنيا تكسر، وما اقول لك غير شكرا والف شكرا. كنت وياك صدق تسمع عشرة وياك صدق تسمع عشرة. الله صح لسانك وعاش اختيارك. احب دنك. شكرا للاتصال. شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة. ناخذ اتصال ثاني نقول الو شاعرة الغد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. السلام عليكم. السلام. شلونكم؟ يا مرحبا. صوتك ناصي ومدى ينسمع. هسه زين؟ اي تمام. شلونك؟ والله الحمد لله. وانتم شلونكم؟ الله يخليك الحمد لله. تحياتنا للأستاذ أحمد طبعا. تحياتنا لك. تحياتنا لشارة الغد. اليوم سعيدة انه اقول لي يعني قصائد وكذا قدامكم انتوا الاثنين في دول قلبك وان شاء الله اتفوق. نتشرف. يلا نسمع ان شاء الله. استاذ اليوم راح قصيدة وأبوذية وأبوذية ماشي؟ مو هاي. يلا طيب شو نسوي بعد احنا ما جاوبنا بالرياضيات. الله يساعدك. الله يوفقك ان شاء الله. عايفة الدراسة زين. يلا نسمع اول قصيدة أبوذيات وبعدين القصيدة. طيب. الو صوت ناصي. الو الو. طيب احمد حبيبي نبقى بهذا المحور مال تقارب البرامج من برنامج توارد او مو تقارب، يعني هو ممكن انه اذا سوى مشاكل ممكن يتقارب من فكرة توارد، بس احنا لاحظنا اليوم اغلب البرامج ورا توارد بدت انه الشاعر يطلع يحكي يطلع يحاور. شو تشوف اقرب برنامج صار بعد توارد قريب على توارد يعني من البرامج الحالية كقرب من التوارد يعني كاسلوب احكي وكطرح ما اعتقد لكن اكو تقريباً. اكو تشابه بلون البرنامج واطار البرنامج لكن كتشابه بالاسلوب وبالطرح ماكو برنامج يعني مشابه. طيب هسه اللي يريد يختلف عن برنامجك مجرد انه ما يسوي مشاكل خليه حاور. يعني بصراحه احمد انا لو ما برنامج توارد كان صار هذا البرنامج روتيني، تعال احمد اقرا وروح. صحيح. لكن برنامج توارد انا بالنسبه لي من طرح عليه فكره برنامج من اجيت قلت لازم انه احاور الضيف، لان يعني شلون ما نقول صارت نقطه انطلاق للشاعر من خلال توارد انه ما يستغرب اذا حكي محمد قبل
كان قبل اليوتيوب وقبل الموبايل بإيدك وتفتح وتكتب وتسمع زين. العالم تريد تسمع شعر، ماكو شعر، شاعر إلا تشوفه يلا أو إلا تروح الأمسية أو إلا. فلذلك كانت البرامج الشعرية من يجيب الشاعر ويقرب البرامج، برامج ضاربة وناجحة واصلة زين. بس هسه الشعر بالموبايل، هسه الشعر يعني قبل على أقل تقدير أنه تقوم تفتح الحاسبة حتى تشغل يوتيوب بالضبط. فمن الممكن أنه لما بس هسه الشعر نايم. هسه الشعر وانت نايم على قولتك وانت قاعد تسمع أي قصيدة تريدها صح. فلذلك تجاوزنا هاي المرحلة، وصلنا لمرحلة أنه اليوم الشعر تجيبه تحدث فيها بهذا الأسلوب بهذه الطريقة. الآن أعتقد أني الآن هذه الورقة احترقت. اي طبعا هذه الورقة احترقت، احترقت بعد. اللي يريد برنامج لازم يبحث عن شيء جديد. حتى انت نوعا ما ابتعدت بالجزء الثاني بالتأكيد عنه. لان بالتأكيد. اذا نفسه ما راح يتغير هذا شيء. هو هذا احترق. الموضوع انه لازم نبتعد ونبحث عن شيء جديد. احنا نهنيك انت، يعني هذا انجاز صراحة يسلم. من تشوف برنامج شعر او انت ما ضمنت ضمن بس الناس تتحدث على انه تورد برنامج شعري او برنامج شعراء، نقول برنامج الشعراء نقول، خطيت هاي الخطوه طبعا مجازفه انه تخلي شاعر يتحدث وما ادري ايش، نجحت ما شاء الله عليك، انت حققت انجاز بهذا. نهنيك ونهني اكيد المخرج سفيان، ننتظر المخرج انا ودي احكي لنا اي تفاصيل اكثر. زين طيب وصلنا عليه. لا هسه راح نروح لعلامه ثانيه. حلو ما اشوفه يساوي يعني. هاي يساوي هنا راح شوي ندخل بموت توارد شوي. يلا حلو. احمد هندي الشاعر يساوي احمد هندي الاعلامي؟ نفس الثقل تشوف نفسك كشاعر افضل لو اعلامي شون؟ لا انا اشوف بالاعلام ثقلي اكبر من ثقل الشعر، يعني مع العلم ما وصلت للإعلام إلا من خلال الشعر، حتى أذكر هذا الموضوع. طيب أكيد بس ممكن قصائدك توصل من خلال الإعلام، يعني هسه أنت تكتب قصيدة أفضل، يعني بهذا الوقت أفضل من ما تكتب قصيدة وأنت كنت مو إعلامي. لا نحكي إحنا عن القيمة. القيمة الفنية للشاعر أو للإعلامي، يعني بدون ما أتحدث بهذا الموضوع بغرور، لو أتيحت الفرصة وأتيحت الأدوات اللي أحتاجها، يعني ممكن أنه أصنف نفسي ضمن أفضل 10 مقدمين برنامج بالعراق، برامج حوارية، يعني أحكي لك بثقة. وبنفس الوقت يعني مرات الإنسان يعتز بنفسه وبإمكانيته، بس بالشعر ما أقدر أقيم نفسي أنه ضمن أول 10 بالعراق ولا 20 ولا 50. هذه يعني قناعة وثقة. اي قناعات، قناعتي بنفسي بالشعر شيء وقناعتي بالاعلام شيء اخر. لو خيروك بين انه تترك واحد من الاثنين، هذا سؤال هو ما يحتاج لصفنا، بس هذا انا عندي يحتاج له وايد. ليش؟ يعني يمنعوني مثلا اردب قبل الاعلام بس عجبني اكتب قصيده. همصدق اي والله. بس احنا نشوف احمد هندي على شنو يميل هو، هذا اكيد ما راح يوم من الايام راح يجي واحد يقول لك والله احمد بعد ما تكتب قصيده لو ما تطلع اعلام. ايه اميل يعني الان اصبحت اميل للاعلام اكثر. اها اي اميل للاعلام اكثر، بس مو معناته ما ادري ايش يعجبني اكتب قصيده اكتبها. نشوف احنا من خلال هذا السؤال، انت اكيد ما راح يجي يوم واحد يقول لك يا بلو الشعر لو الاعلام، بس نشوف احمد يحب ياه شخصيه. اني يعني تعرف شلون اقيسها؟ من خلال اندفاع للاعلام. زين اندفاع للاعلام 80% لا والله 85% يقابل 15% اندفاع للشعر. اها يعني انطي جوز ثلاث اشهر شغل الشاغل هو البرامج والتقديم زي. والاعلام، وجوز يوم واحد انه افكر اكتب لي فت قصيده او نص مطلوب من عندي اكتبه هيك يعني. طيب الاعلام اخذ من النص قوه النص اللي احمد كان يكتبه؟ اخذ هواي اخذ لا ما اعتقد. شوف انا لحد الان يعني ما مريت فد تجربه مهمه انه عندي فد مهرجان او عندي فد قصيده اريد اكتبها واقعد اتعب عليها، يعني انه ما مريت بهذا الشيء، انه يعني مرات اشياء احس بيها اكتبها، مرات اشياء مطلوبه من عندي اكتبها، اما انه اقعد واكتب قصيده ومتحزم لها يعني ما صار عندي، فلذلك ما اقدر اقيس انه اخذ من عندي او ما اخذ من طيب عندي. انت لو ما بتبتعد عن كتابه النص القوي كان انه ساويت الاحمدين
احمد الشاعر واحمد ليش خليت الاعلامي يعني ياخذ من قوه النص؟ هذا من كثر التزامك بالاعلام. اكيد التزام. يعني راح نرجع نربط بموضوع اخر. النجاح سهل لكن المحافظه على النجاح صعب. صعب مو صعب، صعب جدا وجدا وجدا. طيب. يعني انا اعاني وعندي قلق وعندي خوف وعندي ارباك وعندي خربطه بجدول اعمالي. عندي والله العظيم يعني بسبب قلت لك موضوع انه توجهت دخلت وخطيت خطوه وقيموها الناس على انه هي ناجحه، وخطيت الخطوه الثانيه واجتازيت قد يكون ربع او نص الطريق والناس قيموها على انه هذه خطوه ايضا ناجحه، فمشكله كبيره. طيب ناخذ اتصال. سفير مساء الخير والسعاده حبيبي ابو جاسم. مساء النور يا مرحبا. تحياتي لك والضيفك الكريم والطيب. الله يعزك. هلا بيه وكل قوت واضحة. هلا بمنو؟ بأحمد لو بيه. قوت واضحة يعرفونك. حياك يا طيب. من قال حيا حبيبي. حياكم أهلا وسهلا أستاذ سفير، حياك. الله يخليك الله يعزك. يا مرحبا نورتنا سفير. أنت النور كله طبعا. يعني ما نحتاج نقول بس واجب علينا نقول شرفنا. الله يسلمك. وقلنا وقبل هاليوم قلنا كل الشعراء اللي شرفونا باعتبارهم هسه حاليا جاي يقرون للموصل. الله يسلمك يا حبيبي، هذا واجب. الموصل يعني باعتبار جاي يقرون بنص الموصل، لان الاذاعه الغد كل الموصل تسمعها. شرف كبير يا حبيبي. الله يخليك لنا الشرف. يعني قبل هاليوم قلنا دعوة من كل شعرائنا وشعراء العراق أنه يقرون للموصل وتستاهل الموصل ويجون يقرون بالموصل إن شاء الله. يعني تعرف حكينا قبل هاليوم قلنا أنه هذه يعني شغلة معنوية وأهل أكيد. الموصل محتاجين هالشغلة المعنوية هاي أكيد. حيل محتاجينها أكيد. طيب سفير أنت تدعي الناس يجون للموصل ويقرون وأنت بسويسرا، شنو هالدعوة هاي؟ ترجع أنت بالبداية. الله يا اخوي والله من الضيم شو اقول لك. الله يعني يساعدك. صح ان شاء الله يا ربي ترجع للموصل. بس يعني تدري قلت لك قبل اليوم الروح والله العظيم بالموصل. الله شاهد. طيب يلا ان شاء الله ترجعون بكل خير ومحبه وسلامه. والله احمد يمكن انت تعرف استاذ احمد، انت تعرف الوضعيه تعرف الوضعيه ووضعيه البلد. الله يساعدك سفير. نريد نسمع منك شيء بسيط. انت لقائك كلش حلو، خلي اسمعك احمد اليوم. نسمع يا الخسرك افق له الله يسامحك. براحتك بس شيء بسيط لان كثره الاتصالات. بسيط يلا. اربع ابيات خمسه ابيات زين. قصيده ضيفك هي. زين سلمك الله يا حبيبي. حلو تعجبني الله يسامحك. لا عاد قرانا اياها كلها لانه ما يقبل يقرا. يقول بيها الله يسامحك ادعي لك بهاي. وعليك من الندم ما ضل أصابيع، شريتك وكيت ما حد كان شاريك، وبعتنا برخص وقت المحد يبيع. يطيباً ها تقلي يطيباً شلون شنه ببالك بعد همض المشاريع. شداوي وبي أنا جروحك درابين، إذا ينزل دواك بين هيضيع. مواضيع الوفا والحب والإخلاص، دفى الأيام ومسامر الأسابيع، قمت أكرهن وما أحبهن وياك بكثر ما كنت أحب هاي المواضيع. من الباب جيتك كنت شاريك. أي والله من الباب. من الباب يقول الله شاريك. وعاف هواي قلبي وقلبك اختار. صار سنين احبك مو عشق يوم، حتى انساك ووجهي دار لك بالروح حسره تقطع الروح، واللي جرح على طولي من الاقصى طعم بعدك من يجي الليل، طعم الليل بعدك من يجي الليل طعم راس. الله ويانا سفير. الو
طيب عاش اختيارك وصح لسانك اكيد القصيده لك. همزين قراننا سفير انت اليوم كلش قراننا. الله يسلمك. شاعر رزاق البطاح نقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك محمد؟ شلون صحتك حبيبي؟ الله يخليك يا مرحبا. الله يسلمك. والله بخير الحمد لله. شلونكم؟ الله يعزك يا الله. اليوم منورين. الله يخليك نورك. شلونك استاذ احمد؟ يا حبيبي يا حبيبي يا رزاق حياك الله. شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك يا حبيبي حياك. ما شاء الله اليوم منورين. الله يسلمك يا حبيبي. حلقه مميزه كباقي الحلقات. يسلمك يسلمك. الله يخليك. الله يسلمك. الله يخليك رزاق حبيبنا. شاعر من شعراء طبعا مدينه الرماد. اكيد شاعر حلو جميل. حياك. شهادة اعتز بها. الله يسلمك. يسلمك يا حبيبي. احب اشارك وياكم مقطوعه واخليكم تاخذون راحتكم. حبيبي اكيد تتشرف نسمع. اويلي عيونك معذباتني كبار، يضيع الشافهن وبوصفك يحير، بشباكك وقف فد يوم عصفور ومن شافك بعد ما يعرف يطير. حالات العشق حلقه وعرس وشموع، وحالات الليل تغفى ويتريده قليل اكتب غزل يا بنيه معذوره، غار عليك حتى من القصيده. الله. طعم كلمه احبك يختلف حيل إذا تسمعها من واحدة عنيدة. الله. مرة بصف عدت نسم الريح لهسه وما دريت إيش صار بي، طاح نيوتن ومن شوف تجقال خسرها يقلل من الجاذبية. الله 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 يسلمك وخليكم الجو حتى نستمتع بيكم. صح لسانك حبيبي. تشرفنا باتصالك أخوي. على راسي على راسي. شكرا للاتصال. الله ياك علي سفيان. احنا حاطين هاي الفقرة جيد. بس قبل ما يدخل يعني هنا أنا علامة زائد. انا خايف بس من الفي. الفي حاطه بالاخير. يلا زائد. الفي الا واحد يشرك بيها تخيل. الزائد احمد اضافات. احنا نقول اليوم الاعلام ضاف لك. بعد غير الاعلام ضاف لك بهاي الفترة، يعني برنامج توارد بالتحديد هاي متهمنه. تمام. غيرها شيء ضاف لك اعلاميا؟ ضاف لك يعني كله له علاقه بالاعلام. يعني قد يكون النص الغنائي ايضا ضاف له هواي. شنو البرنامج اللي خدمك حاليا انت ما شاء الله عليك طالع بتوارد اللي هو من برامج البارزه؟ الله يسلمك. تتصور بانه انت من رحت مثلا البرنامج هلولي الخدمك بشيء اعلامي؟ يعني هذا الموضوع دائما اتحدث به. يعني اذا امسي بقريه نائيه ورحت وشاركت بهذه الامسيه فهي تضيف لي شيء. عاد لا تشبه هالمسيره هلولين. لا طبعا مع فارق القياس. فماكو شيء ما يخدم. كيف اذا يعني برنامج واصل ومهم وبرنامج للجمهور؟ احنا باعتبار انه يعني برنامج هلولين اللي ظهروا به ما طالعين بالاعلام اغلبهم، فشافوا اضافه كلش كبيره للناس. احنا احمد هندي نعرفه انه هو اساسا عنده برنامج. بالتاكيد بالتاكيد. اغلب الناس من رحت الهيل وليل ما يعرفون بانه انت شاعر، يعرفون انت مقدم. يعني قد يكون يعني صح. انا ما اعتبر نفسي واصل لكل العراق. ممكن اعلامي اعلامي يعني واصل. انا حتى مرات بعض الاخوه والاصدقاء مثلا يتحدثون على انه برنامج توارد ضاف لك كشاعر. يتحدثون بهذا الحديث. مع العلم يعني أنا برنامج توارد 45 أو 46 حلقة ما قاربي بيد دارمي. صح. يعني هذه أيضا مفارقة. أكيد. أنه اليوم يعني بعض مقدمي البرامج وهذا حق مشروع أنه يستغل وجود الضيف الفلاني حتى يقرأ وياه يوصل قصيدته لجمهوره أو يوصل قصيدته من خلال هذا الضيف أو من خلال حتى برنامج اللي هو مسوي. أنا بخلال هذه ال 45 أو 46 حلقة ما قاري ولا بيد دارمي إطلاقا. صح لاحظنا. اي فلذلك ما اعتقد انه ضاف لك شعر. اها اي يعني ضاف لك اعلام. طيب احمد ابتعادك من المنصه اثر على هواي؟ اثر على شاعريتك هواي على النص. قلت لك انا لحد الان يعني ليش مبتعد عن المنصه؟ يعني راح ارجع اكرر هذا الموضوع. المهرجانات اللي كنا نشارك بيها قبل بالمنصه والمهرجانات القطريه والوطنيه نحس بها رسالة صادقة. صح. رسالة محبة تروح تحمل رسالة أهلك وناسك ويجي ابن البصرة شايل رسالة محافظته وأهله ويجي ابن الجنوب. كل من شايل رسالة وكلها تكون بزاوية واحدة اللي هي حب الوطن، نبذة الطائفية، الوحدة الوطنية. للأسف خلال هذه الفترة، طبعا الفترة صعبة جدا كانت. صح. كانت الرسائل مو كلها بزاوية واحدة ومو كلها بإطار واحد ولا كلها بمسار واحد. احيانا تجي هي الرسائل طائفيه او احيانا تجي هي الرسائل
مو مع توجهك ولا مع النفس اللي انت تتنفسه، فلذلك تكون بعيد افضل، لان وجودك اذا بقيت ساكت فتلك مصيبة، واذا تحدثت فالمصيبة اعظم. صح. فلذلك تكون متجنب لهذه المهرجانات الى ان تتضح الصورة العراقية والوطنية والحقيقية، واعتقد انه هي هذه المرحلة، هذه المرحلة والمرحلة القادمة راح تكون مثل هذه المهرجانات. اليوم كانت اكو فترة غضب، فترة هستيريا عند المواطن العراقي، يعني حتى كل المحافظات ما يعي ما يقول، ما يعي ما يقرأ، فلذلك الابتعاد كان أفضل يعني بهذه المرحلة. طيب حكايات بغداد شنو أضافت لك؟ اعتبرها سي في، يعني سي في خطوة اعتبرتها ناجحة لأحمد هندي. سي في يعني يعني من روح اشتغل ودا اشتغل يقول لي ايش اقول له عنده حكايات بغداد واسمي الثلاثي يقول لي ايش كم لغه اقول له حكايات بغداد ايه ف النصوص الغنائيه بصوره عامه اريد تحكي لي انت بما انه تقول الاعلام اخذني نوعا ما من الشعر، فالنص الغنائي ما يحتاج لذاك الخيال وما يحتاج لذيك الصوره، التجأت لها مشيت حالك شلون ما نقول. قلت لك يعني انا لما اكلف، لما احس نفسي انه محرج ولازم اكتب اكتب، ها يعني اكو نصوص، اي اكو نصوص اقعد اتعب عليها يوم يومين، يعني انت احد مكلفك بيها. هي هنا المشكله. انا يعني الفرصه اللي توفرت لي ما توفرت لهواي من شعراء القصيده، يعني حتى نتحدث عن شعراء القصيده. صح. يعني شعراء واسماء مهمه لكن ما جتهم الفرصه اللي اجتني. يعني انا تعاملت، اعوذ بالله من كلمه ثانيه، تعاملت يعني تقريبا ويا 10 ملحنين وفتحت خطوط معاهم، وهاي العشر ملحنين أسماء حلوة وأسماء مهمة وكانوا متواصلين وكانوا يريدون نصوص، وأنا بكسلي مثلا هسه وباكر وبعد باكر وإن شاء الله بحكم التزامك بالإعلام، حكم التزامي، لكن لما أحس نفسي محرج حيل لا أكتب. جميل. من عاونك كلش ببرنامج توارد قلت لي أبو جنة أنت إحنا أغلب الناس نشوفون برنامج توارد يقولون أحمد هو نجح برنامج توارد، مع العلم أكو دور كبير أكيد خلف الكواليس اللي هو أكيد حبيب أبو رامي، بإيد أبو رامي هو سفيان أكيد ناصر. اليوم راح نستقبله حياك كضيف ثاني وأول مرة تصير بالبرنامج هاي. يستاهل ضيفين. يستاهل أبو رامي. خلي دخلنا أبو رامي شوية، هسه لازم نقعد عدل، هسه تقعد عدل أحسن لك على مود الكاميرا. خلصنا من الفي؟ لا لا الفي أنا حاطه. استريح. الله بالخير. الله بالخير والبركة والله. يا مرحبا أبو رامي. الله يسلمك. اكو اسئله طبعا قبل ما حاضرين في دول عينك. اكو علامات خليتهم بالاخير لان ما حد يقدر يجاوبني، احمد ما يقدر وحده، لازم ابو رامي اليوم. ابو رامي اليوم انت ضيف برنامج صوره ونص، اغلب الناس تشوف انه احمد هندي هو اللي صاحب الفضل الاكبر على برنامج توارد، هو اللي حقق النجاح، ما يدرون انه خلف الكواليس موجود ابو رامي هو اللي كان دور كبير بنجاح البرنامج. مظاهر للناس، الناس بس تعرف باسمك، قلة ظهورك ليش؟ أول في مساء الخير عليك في دول على مستمعيك وعلى أحمد هندي. يا حبيبي مبارك عليك هذه الانطلاقة الجديدة، ويا رب إن شاء الله منها للأعلى وللأعلى. أنت الله يبارك لك. طموح وشاعر مبدع وإن شاء الله إعلامي ناجح وتستاهل كل خير. دول عينك الله يخليك. الحديث عن برنامج توارد كبداية، خلينا نحكي باعتبار أنه أنا يعني لحقت على الجزء الأخير من حديثكم أنتم أحمد على البرنامج. يمكن اغلب الناس ما يعرفون انه برنامج توارد هو فكره معده وجاهزه للتنفيذ من عام 2010. صح. وكانت فكره برنامج توارد المفروض تنفذ في اكثر من قناه فضائيه بحكم تنقلنا انا واحمد، يعني باعتبار صار التنقل القنوات اللي يشتغلنا بها تقريبا نفس القنوات بنفس الفتره الزمنيه. فبدايه يعني بدايه العمل وانا واحمد سويه في قناه الانبار يمكن اعتقد سنه 2010 احمد. تمام صح. كان اكو مشروع انه ينطلق برنامج ما كان مسمى.
بس كان اكو بالفكره او بالبال او بالحسبان انه نطلع نشتغل برنامج قد يكون هو برنامج شعري بس مختلف تماما. بيش الفترة كانت برامج شعر سائدة وهواية. فأنت شلون تجي تكتسح هاي الساحة خلينا نسميها؟ شلون تقدر تبرز؟ من صعب الفكرة كان أحمد لون؟ لا طبعا أحمد. فكرة الأساس فكرة أحمد. هو أول ما أجي أقدم جاي أكو فتشي بداخله يريد يقدمه بس يحتاج لإعادة تنظيم. زين. لقى الإمكانيات بقناة سامراء ممكن؟ خلي أجيك بالتسلسل. زين. فمن انطرح الفكرة أنه أحمد كانت يعني هو شوف شنو سر العلاقة العم خلنا نسميها كعمل علاقة عمل التقارب اللي بينه بين أحمد أو تقريبا أغلب الأعمال اللي اشتغلناها سوية هو يسميها قرفة. أنا أسميها تقارب أفكار. قرفة حلوة ممكن. هي والله قرفة حلوة يا لك. سلمك التقارب أفكار يعني الشيء اللي ببالي اللي أريد أنفذه هو نفس اللي ببال أحمد. الشيء اللي أحمد ممكن يعني أريد ينفذه يجي يلقى أكو سهولة تنفيذ يعني من قبلي. فصار أكو شون يعني أكو تقارب بالعمل. زين. ما تنفذ بالأنبار صارت الأحداث تهجير تهجرنا صارت أكو فرصة عمل قناة سما صلاح الدين طبعا تحياتنا للشيخ مروان الجبار انطرح العمل عليهم. زين. كفكرة برنامج وأيضا شرعنا بتنفيذ البرنامج هم سبحان الله يمكن أسبوع وهم رجعت صارت الأحداث من جديد مال سقوط الموصل وتكريت تحولتوا لأربيل تحولنا لأربيل. سامراء طبعا تحياتنا للقناة سامراء الفضائية من الإدارة الكادر كانت الأرضية الخصبة أنه ينبت برنامج توارد بها وفروا لنا المساحة ونطونا الجرين لاين وقالوا لنا انطلقوا. شفتوا الإمكانيات متواجدة بقناة سامراء وبلشتوا البرنامج وإن كانت إمكانيات محدودة وبسيطة ومتواضعة بس الحمد لله والشكر قدرنا أنه ننجز يعني برنامج توارد الموسم الأول كان اعتمادنا 70% على المضمون كطرح فكرة البرنامج كقضايا تثار بالبرنامج مو زين. كعمليات فنية. أنت لما تجي تسألني عن هيك برنامج بهيك قوة حوار بهيك مضمون بهيك طرح أنا ببالي كمخرج يعني لو كانت أكو إمكانية متاحة ما يطلع بهذه الصورة مفروض استوديو أكبر يكون بي شو يعني البرنامج يعتمد على الشو أكثر ما يعتمد على اللقطات الثابتة خلينا نسميها بالضبط مقابل الشيء يعني شيء مقابل شيء. زين اليوم أنا أرد أشوفك علامة بما أن العلامات خلصنا أحمد كلهم تمام علامة استفهام يا ستار هو سؤال زين ما أدري السؤال اللي راح أطرحه وشوف منو اللي يجاوبني عليه اثنيناتنا واحد ما له كلام أوكي هو أنا لين اثنينكم واحد اليوم حسبتكم ضيف واحد الله يسلمك. نجيب ميزان زين ونخلي توارد الأول بكفة توارد الثاني بكفة زين منو اللي راح يصعد؟ أحمد عندك جواب إذا ما عندك لا جواب أنا جواب وراك شو نزل لا مو أنا يمكن الشيء اللي راح أحكي أنا بعيد عن الشيء اللي راح زين يلا تمام كفكرة جاوبته لا جواب خوش فكرة برنامج توارد الموسم الأول تقريبا كان يعني هو كنا أحمد قبل شوي إحنا بس جاوبني بالبداية يا كفة تنزل ما تنزل الثقل يبقى كفات نفس متساوية ليش لأن الثاني يختلف عن الأول زين يعني فكرة البرنامج الأول أنه كان خاص بالشعر البرنامج هذا البرنامج الموسم الثاني أحمد قدرنا نسلخه من الشاعر أنه خلاص إعلامي مستقل طيب بالموسم الأول كان أحمد أوكي شاعر ببقى. شاعر يقدم برنامج شعر حال بقية المقدمين الشعراء اللي يقدمون برامج شعر مع اختلاف في مضمون ما يطرح أحمد زين أو القضايا اللي تثار طيب الموسم الثاني احنا خلاص نصلنا موضوع الشعر قد يكون عندنا ضيوف كانوا شعراء بس هو خلاص صار برنامج حواري فان شاء الله ممكن الموسم الثالث يعني جوز راح تشوف ومو موسم ثالث يعني المرحله الجايه محاضرين شيء جديد انه يختلف عن الاول والثاني اها ما شاء الله فكره ان شاء الله الله يوفقكم انت ثنائي ما شاء الله نسمع جوابك احمد يعني مقارب لجواب سفيان ما من الممكن ان نخليهم بكفات يعني بكفتين ميزان ما من الممكن اخليهم انا اقيم برنامج توارد الاول انا اليوم كمشاهد يعني ما يصير انه اقيم الشغله اللي نشتغله كمشاهد اقيم برنامج الاول توارد ناجح وبرنامج توارد الثاني ناجح واذا اجينا اكو مقاييس ومعايير مثلا قد يكون وصول للناس التوارد الاول اكتسح الوسط الشعري صح التوارد الثاني وصل للناس ما اكتسح الناس عفوا ما اكتسح الشاشة أو الجمهور العراقي لكن وصل لجمهور عراقي وصل لطبقة أكبر وأوسع جمهور توسع جمهور توسع أكيد لكن ما يعتمد نوعت اكتساح فأنت نوعت بالضيف نوعت بالضيوف فما من الممكن أنه لأن هذه إلها خصوصية وهذه إلها خصوصية يعني تعال البرامج الشعرية اليوم كبرنامج توارد وصل للناس وحبت الناس وقام تتابع الناس خصوصا الشعراء يعني الوسط الشعري
التوارد الثاني جتنا هواية رسائل سلبية. بالتأكيد هواية رسائل سلبية يعني حتى قد تسبب لك إحباط بالبداية. حتى حشيش قام يحشون عليه. حلقة كابتن على كاظم تحياتنا قام يكتبون لنا شنو متوارد ويا أحمد راضي. قلت لك هم الجمهور كجمهور برنامج توارد تقريبا الغالبية 90% هم يعني ذواقة شعر أو متابعين للشعر. فهذا العالم يعني صعب انه تجي تاخذ شيء من عندها انه برنامج شعر كان في برنامج برنامجي يعني من تجي انت تحول برنامج الى غير قضايا فنيه قد تكون او رياضيه او اعلاميه ممكن يعني احس انه تاخذت شيء سلبت شيء من عندي. هذا بشهاده الجمهور بشهاده الرسائل اللي قلت لك اللي وصلت ردود الافعال اكيد انتم تقيمون من خلال ردود افعال الناس. بالضبط. لو كان غير احمد المقدم كان اشتغلت وياه شغل انت راح ترجعنا للجواب الاول مو قلت لك هي قرفه اشتغلنا وايد شوف يعني يعني هاي الفكره الدسمه توارد انطرحت من غير شخص مو احمد كان اشتغلت وياه وحقق هيش نجاح لو احمد ممكن كان ممكن في حال انه قدم لي نفس الاداء اللي قدم لي احمد نفس الطريقه ما تفهم اني يمكن يعني انت حضرتك تعرف او لا اول برنامج اخرجته هو برنامج شعر نسائي فراتيه بقناه الانبار 2008 اللي كان يقدمه الله يذكره بالخير يفرج عنه ان شاء الله ويفرج عنه اخونا سهيل الدليمي. صح. اول برنامج اشتغله كاخراج هو برنامج شعر. فمن ذاك الوقت هي ذاك برنامج سان فراتيا كان شلون الشراره الاولى اللي او الباب اللي ممكن خلاله تعرفت على احمد. صح. كان احمد اول ضيف عندي بالبرنامج. اها اول ضيف من استمت البرنامج كان احمد هندي. انت شفت المخرج احمد لو غير سفيان مخرج ما اعتقد نطلع بنفس النتيجة. تعرف ليش؟ اكو تفاهم حتى حتى احكي لك سألت سؤال حتى اوضح لك اياه بصوره اكبر. الفكره الفكره ما ينفذها الا سفيان. يعني قلت له الفكره كانت مال منو؟ قال لك مال احمد. الفكره اللي دا اجيبها يحتاج لها ما ينفذها مثل ما اريد الا سفيان. يعني مو لان قاعد سفيان هذا الحديث تحدث به خلف سفيان. من حيث اللون من حيث الذوق من حيث الاختيار من حيث الميوزك هاي التفاصيل كلها يعني سفيان اريد هذا الشيء وانتهى خلاص. من اجي القى مثل ما اريد يعني مو نفس الجواب اذا نفس الامكانيات نفس الذوق ما سفيان راح ينجل. لا بس انتم بحكم علاقتكم اكيد وصلتوا اكيد يعني ماكو شيء اختلفتوا عليه. ممكن تختلفون صح كلش وارد كلش وارد بس ما يوصل المرحله بس الاساس انه احنا اصدقاء. الاساس اكو وديه. انا هسه ضرب بامي يم مو جاي وين الله يديمكم الله يعافيك تعشين سوا جاي. فلذلك هاي التفاصيل وهذه المواضيع اكو تقارب واكو وديه بالعمل فطلع هذه النتائج ان شاء الله ترضي الناس. طيب اليوم رد نسمع انا وياك من احمد. انا كلش هاني احمد ما ادري ليش يبعد نفسه ويهرب من الشعر. والله ما احافظ يعني ما احفظ يا اخي احنا اتفقنا اليوم. يلا حاضر حاضر امروني شنو تحبون. رد نسمع وجداني. وجداني اي طاريك حلو طاريك حلو والله طاريك حلو صعد براس اشياء طاريك حلو صعد براس اشياء ظلمه وصورتك صبيتها بكاسي وغفل شربتك عيني وذكرياتك نار وطلبا شوفتك من صعدن براسي. الله الله عليك. دموع بهيك جو شموع عزيزه تصير يم الطير يطلع من نحن قاسي. الله. اللي يعوفك كون عند احساس مال اثنين لجل من يبكي واحد واحد يواسي يا الجلد وجرح خليت نبفرقاك احتاج بغيبتك غربيل لانفاسي يا الما جيتني حد ما اجاني الشيب يلزارع حنان رموشك بفاسي أول شيبة تقهر من تطق بالراس شنمو شيبة طلقة وطاق قبراسي ناسش كثر ناس وناس ما ناسيك إذا مو ناس رد خاطر ترد ناسي صفو مو ناسي ناسي وناس أقول أنخاف ناس تقول ناسي وناس مو ناسي.
الى نهاية القصر. الله. الله عليك يا حبيبي. صح لسانك. صح دنك يا حبيبي. تعوف الاعلام عمي. خربت لنا الزمن. لا بعد عندك خزين. والله عندك خزين بعد. سحبت من الشعر، سحبت من ليش يا سفيان؟ على مصلحتي. انا اشوف مصلحتي مش وراها. مرحلة يعني مرحلة مهمة. انا احس يعني المرحلة الاعلامية كلش مهمة. صح. يعني الحمد لله وشكر بما يخص الشعر أعتقد أخذت مساحة كافية، يعني أنا بقناعتي الشخصية يعني الدائرة اللي راسمها لنفسي بالشعر تجاوزتها. شلون يقول هذا الباقي زايد خير، فتوجه للإعلام، عندي هدف أحققه وأوصله ومن بعدها نتفاهم. يمكن أكو شيء ما حكوا أحمد، يعني بحكم القرب من أحمد هو اوكي انه يعني صار مقل، ما انقطع بس صار مقل يعني الفتره الاخيره، خصوصا بعد برنامج توارد عن الشعر. اي بس انا واثق، هو هذا الشيء هم واثق من عنده، انه احمد شو وقت ما يريد يرجع للشعر راح يرجع وبنفس المكانه وبنفس القوه بنفس الرصانه بنفس القصائد. اكيد هو صاحب خبره وله باع طويل، انجاز تحقق يعني صدى على مستوى الشعر بشكل عام، انه هذا الشيء انا ما اعتقد ياثر بالمناسبه، لانه هو الشعر مو فد يعني شيء وتنساه وخلاص يروح ويعني ما ترجع تتذكره. هو فد شيء يعني فتره من رب العالمين انطاك هاي الموهبه وانطاك هذه الخاصيه انه حتى تقدر شلون تعبر عن احاسيسك ومشاعرك من خلال ابيات موزونه. طيب خلينا بمحور توارد، بما انه انت اشتغلت اثنينكم خلاص توارد ما لا ما يخلص بهواي شغلات على ما ثاني الوقت راح يخلص. مسؤوليه اختيار الضيف تقع عليك على احمد. انت متأثر؟ ما أأثر، ممكن يكون اكو نقاش بس حتى توصل لك الفكره. توارد البرنامج هو عباره عن مضمون ومظهر. احمد مسؤول يعني عن المضمون مسؤوليه مطلقه وتامه، يعني ما حد يملي عليه. لا اني ولا حتى اداره قناه سامراء لما نجلم التحيه ما حد يملي عليه، لان البرنامج يعني هو خلاص على عاتق احمد. يبقى المظهر ك يعني كازمة لا كمظهر برنامج، كإخراج، كرؤية، كفنيات، لا هذه مسؤوليته. طيب وقضية أخرى مهمة ما حكاها، كأصدقاء مو كمخرج وسفيان متابع، سفيان نجيب ضيف فلاني يخدمنا عنده هيك، اعترض على واحد سفيان؟ والله ما أذكر حقيقة، بس فلان ما يخدمك فلان أي والله يخدم، يعني نتناقش بهذا الموضوع. يعني أنتوا بيناتكم لحد ما تتوصلون إنه هذا الضيف. أي هذا في حال إنه كنقاش خارج نطاق العمل، إنه خلاص أنا هذا توارد اثنين وتوارد وان اثنين هن. واحد اثنين. واحد اثنين. طيب. صديق أحمد خارج نطاق العمل، إنه هذا الشخص ممكن يخدم البرنامج، ممكن أطرح عليه اسم، ممكن يكون هذا الاسم أصلاً بباله، ممكن يقول لي شنو رأيك بهذا الشخص نجيبه أو ما نجيبه، بس كإملاء وإنه هذا الشخص لازم يجي، لا هذا الشيء ماكو مستحيل. مجرد رأي. آراء. يأخذ رأيك. أي مجرد آراء. تسباد لنا آراء. زين راح نأخذ آخر علامة. هاي الشارع قلبه. علامة هي في نقدر نقول عليها. إيه بس خطأ. اختيار ضيف خاطئ. ايه تعفيني لا ما من الممكن لا سفيان يعاونك. بس قل لي اكو اختيار خاطئ؟ انا اقول لك اي مو اقول لك انا اقول لك اي لا انا ما اريد الاكو انا اريد منو ناس شلونك زين اليوم تثنينكم واحد يشيل عن الباني زين شنو ليش الاختيار اوكي راح اسالك سؤال هسه ممكن اكو ضيف بتوارد الاول يرهم بالتوارد الثاني انت استعجلت بيه صح ما كنا محسبين اصلا اكتوار الثاني هو لو كنت محسب يعني اخر الموسم الثاني من اكو ضيوف اكو ضيوف ببرنامج توارد الجزء الاول يستحق او مكانه بجزء الثاني يرهم انه يكون بجزء الثاني قصدك يعني واصل لمرحله النجوم اي واصل لمرحله انه حاله الناس بالتاكيد بس احنا يعني دا نفكر اليوم شلون نخلص توارد الموسم الاول الثاني ما كنا مفكرين انه شو وقت راح ننطلق شو وقت راح نبدي شنو البرنامج يعني سفيان يعرف خلصنا البرنامج وراها بأشهر وإحنا ما طالعين بموضوع وقرار حاسم يعني إحنا نهينا توارد الموسم الأول وحتى الموسم الثاني كان إلى اسم آخر متوارد الموسم الثاني لكن الناس وإدارة القناة كلش كانوا حابين إنه يكون توارد الموسم الثاني تناقشنا وصلنا للنتيجة نطلع هو هذا الموضوع اللي حكالك عليه قبل شوية إنه تنجح سهل بس تحافظ على نجاح صعب هنا كان عندنا معوق يعني برنامج توارد على يعني على ما على كل إنجازاته على كل النجاح اللي حققه بس هم كان أكو فد يعني شلون أقول لك فد
يعني معرقل انه فتعاجز محمد انه انت حققت شيء ووصلت به الى مستوى صار صعب عليك انه تحافظ على هذا الشيء او تجيب شيء اقوى من عنده. انت مطالب مطالب انت بما انه انت برنامجك مهم صار لازم تجيب اهم. كل هذه التساؤلات كانت انه حتى الاسم تاخرنا ما يقارب 8 اشهر بين توارد الموسم الاول توارد الموسم الثاني، وحتى كان اكو ضغوطات من القناه انه تاخر البرنامج واحنا عندنا تخوف وما نقدر نخطى هالخطوه اذا ما حاس بيها ومتاكدين من نجاحها. فلذلك هذا الخطا استفادينا من عنده. الان من هسه محضرين البرنامج الموسم القادم اذا كان توارد الموسم الثالث او كان اسم غير اسم، لكن البرنامج القادم من هسه نعد ونكتب وان شاء الله يعني كل الامور والتفاصيل جاهزه. ننهي هذا الموسم بس لا تصرح احمد خلي الوقت الموسم القادم ان شاء الله الله يوفقكم للمواسم القادمه. ناخذ اتصال نقول الو نورس. الو مساء الخير والحب والعافيه. يا مرحبا مساء النور. تحيه مسائيه اليك ولضيوفك الكرام وكل المستمعين والمستمعات. تحياتنا لك حبيبي. شلونك استاذ اخبارك؟ الله يخليك الحمد لله. انت شلونك؟ والله الحمد لله ماشي. طبلنا بالقصيده بسرعه لو نتناقش. عند بيتي رجالي. يلا نسمع المالك الحزين. مو المالك الحزين لا عاد قلبي يا وصقر. تحياتنا المالك الحزين. يلا نسمع. دور دور بدينك يا طال الروح بيدينك انك تجاز الذي مديون لدينك. الله بالعجل جت النهايه وتونا بادينك. وريت قلبي وريت قلبي ولا على الماي تحضرني. كانت طيوفك بكل مشوار تحضرني. كانت نيتي قبل ما اموت تحضرني. تقمض العين بيدينك كفاه العين بيدينك. الله الله الصقر. ولك عمر اقول يا عيون يا عيون هل اندمع فوق الوجن من دم. وعرح مني وانصب لحد واندم. لا هو حاجه ولا باب انشلع من دام. هو غواكن وطفل انضال من عتشن ويستاهل دموعكن وبشاكن وعفكن. لا تبخل بالدمع وبكن شماع عفكن. ضيعت حيد عليه شماع والمندم. ضيعت حيد عليه شماع والمندم. الله عاش اختيارك. الله يسلم يسلم اختيارك. اي والله والله شوف ابو صقر تحياتنا لك. شكرا لاتصالك حسين الغالي. بس لو عنده سلطه علي والله احبسه بغرفه اقول له ما تطلع منها اذا ما تكتب 100 زهيري. كلش احساس قوي. يطلع ب 100 زهيري واطلق صراحه زين. طبعا بالمناسبه احنا نوجه له تحيه ويسمعنا ما يسمعنا هو، ونسال الله انه يفرج عنا الكرب اللي هو حاليا صح اكيد. وجهتوا له دعوه بتوارد؟ اكيد. ليش ما يعني ظروف خاصة. ظرف خاص نسال الله انه يفرج. يعني هي الدعوه توجهت المالك. توجهت المالك صقر اسم مهم وشخصيه رائعه ويعني شرف لو كان موجود بالبرنامج حقيقة. أي والله أكيد حضرت له أنت المشاكل اللي مار بيها. قلت له صورة طلع له بموازن. تحياتنا لو صدق. تحياتنا له أكيد. زين أحمد أنتوا من بلشتوا بالموسم الثاني كان الفكرة من بدايتها أنه تنوع بالضيف لو انه بلشت بشاعر وبعدين صار اكو لا لا اتفقنا انه يكون هذا عامل لان احنا حسبناه من البدايه انه زين شنو ضمن لك انه الضيوف راح يجون برنامج توارد اذا انت خليت انه فكره تنويع الضيف مو شرط شاعر في الشعراء ولا الفنانين لا الفنانين وانت ما عندك تحضير مسبق يعني اوتوماتيكين يعني مرتب وضعك يعني مرتب نسق حتى بروديوسر ينسق هذه التفاصيل مال الفنانين واكو شخص على الرياضيين لان انا مثل ما يعرف كل بديهيا يعني انه شعراء قد تكون مساحتي وادواتي واصدقاء شعراء اتصل لكن الرياضي من يجيني شلون الفنان من يجيني فاكو بروديوسرية فريق اعداد بالثالث راح يعتمدون عليك لان كلهم ما شاء الله صاروا جاك الرياضي وجاك الفنان تمام زين ويانا اتصال شاعرة الغد رجعت. يا مرحبا. مرحبا السلام عليكم. يا مرحبا عليكم السلام. ها رجعت لكم مرة ثانية والصديقات هي ستة يعني مفولين مني. حياة الله. يلا نسمع. بالبداية طبعا حتى لا تزعل من صديقتي تحية لنور. تحياتنا لك أكيد بالقصيدة. يلا نسمع.
اليوم قررت احكي كل اللي بي، راح اطلع كل شيء شايله يخصك، راح احكي واقول بس لا تردني يا شمعة تضوي حياتي، انا اريدك، راح اقول لك بس فدوة لا تسكت، انا اريدك واريد كل شيء يخص اسمك. عديت سنين الخاطر هاللحظه تمر، عديت سنين الخاطر هاللحظه تمر، راح العمر وانا انتظر كلش صعب بعدك، راح العمر وانا بقربك احلم، تدري حار الشاعر بوصفك، ويلتمشي انت بالوريد، يلتمشي انت بالوريد، ولك حتى الرسام حار برسمك، انت الورد، انت الشمعة، انت نجمة بالسماء، ها ها حبيبتي الروح، ها حتقولين احبك، ها شو سكتي خو ما زعلتي، يا نور عيني بس فدوة قولي لحبك، ولي تردي لا تكسرين قلب عاشق وحيران، شوف اقلك، شوف اقلك اني ما فيدك، روح روح وشوف غير اهلي ما ينطون، اهلي ما ينطون الواحد مثلك، ها ليش قولي شبي انا، انا ما عندي فلوس يحقهم ما ينطون، ما عندي بيوت ولا سيارة، بس عندي قلب، وش عندي قلب يحميك ويحبك، لا فدوة لا ترحين، فدوة لا ترحين، بس عليه من بعد احكي، ويا من بعد احكي، خلي هنك من يجيك واحد عنده فلوس لا يقصرون، خلي قلك إذا إجاك واحد عنده فلوس لا يقصرون وينطونك ولا يخافون، بس شوف أقلش لا تردين ردود، لا تردين ردود بيوم لو طفى شمعك، لا تردين ردود لو بيوم طفى شمعك. تحياتنا إليك، شكرا على اتصالك. وصلنا مسج يقول السلام عليكم، أنا خيال المهرة، خيال المهرة. تحياتنا إلى أحمد هندي. يا أخي إذا ما تقرأ شعر اسلك طريق الاعلام. على راسي يا حبيبي، على راسي. هو هم سوين هيك. مساء الخير عزيزي استاذ محمد، تحيه لك ولضيفك الكريم اخونا الشاعر احمد هندي، وتحيه الكادر وكافه المستمعين، ويبقى الشعراء الوسيله الوحيده في ايصال مشاعرنا اتجاه المجتمع واتجاه الام والحبيب والصديق والوطن، وما اضيق العيش لولا فسحه الامل وتقبل تحيات يوسف. شكرا لك يوسف. سفيان راح نسمع منك قصيدة اليوم. أني الله يرضى عليك. هاي خلنا نسمع منك. إيش شنو يا صدق؟ مخرجنا يقول إيش حافظ أحمد هندي. والله أنا حافظ له هو بس جوز يعني حاليا ما تحضرني. فاجأتني آخر. ده اللي كان على الأقل أكتبني بورقة. أنت كل يوم والله حقك تحفظ. بس خلنا نسمع منك عمودي. أنت إن شاء الله تسمع مني. اسمع حتى تعيني، لأن إحنا اليوم أنا ما أعرف، أحس نفسي ثقلنا على المستمعين يعني، لأن اكو ناس تحب تسمع شعر، اكو ناس منتظرة انه تطلع برنامج حتى تسمع القصيدة، تسمع الابوذية، تسمع الزهيري، لكن بسببي نسيانك للقصائد. اي والله ما يعني، انا قلت لك بالفترة الاخيرة كلش ابتعديت حتى عن حتى الحافظين نسيتهم. طيب على طار الزهيريات خلنا اقرا لك الزهيريات. اقول بيها حنية يا صاحب والدنيا بيها افترت، حنيت يا صاحب والدنيا بي افترت، وانفاسي من رحلة وعن الغوال افترت، الله نكرتني السنين والايام زور افترت، وظليت بين الشمات وراي شبشاني، يا مناس الهم كنت يا صاح شبشاني، بوقت اللي كانوا سمك ما شلت شبشاني، وعبرتهم هالصفة وشبشوا علي افترت، الله وعبرتهم هالصفة شبشوا علي افترت، ومن حقه ون على الجرى يا صاحب وانعاج، من حقه ون على الجرى يا صاحب وانعاج، عراهنت ينعدل يا للأسف وانعاج، الجو بعد ما يهم كان صحو وانعاج، ودموع شمعة صفت تنزف ألم والذيب، وشيل فوق الهدم يا بش دمع، والذيب الخرفان تالي وقت قام وتحكي، والذيب مجروح يا للأسف، والشور بيد انعاج. الله سلامتك. الله اسمع جميل. منك فاتتني ما معتبر عشقك نزوة،
ما أدري اللي يحب من صدق يتلوه، ذاك الثقيل القضى كل عمره عناد، جردت من ثوب ابتسامة حوه، امرافقتني الظلمة من كنت انشال، حد ما قبال عيوني وجهك ضوه، من بين خنقات السجن شفتك بوب، وبين الصياح المر سمعتك غنوة، شميتك ومن صدري غاب الدخان، اي جني ذاك من ولد هستوه، من كنت اشوف عيونك بزرف الباب، حسيت بين ضلوعي دكت اليهوه، وتأكدت مع الانحلا مو بالضوق، اي والله كانت لزمة ايدك حلوة، والما قدر بيناتنا يطب معذور، حتى الزعل ما كان يترك فجوة، شمحل العتب لما نحط عين بعين، بمشتاق لك تنزل عيونك جو، بمشتاق لك ظهر بإيدينك يلاح، وبينك وبيني تصير أقل من خطوة، قلوبنا الموبل توسل تنفات، مثلك لما انطبيت قوة مروة، فجأة بمهب بالريح كل العشناء، ما توقع ظهرك بهاي القسوة، تعاوفنا بس مو كل شي مذبوب ورخيص، الحوت ذب من بطن واحد يسوى، تعاوفنا بس مو كل شي مذبوب رخيص، الحوت ذب من بطن واحد يسوى، غشمه ويسألون ايش يصير من تغيب، هو الحرق غير الرماد ايش سوى، حاولت اضم اثار هجرك ما فاد، يبين اللي يضحك من كذب ذاك هو، الوياك كان مرايا وتحزد الناس، الشيب صار بشعره صاحب خطو، وبصدره رد يفرض مشيته الدخان، ولا كان ذاك من ولد هستوى. الله الله صحسانك يخليك الله في دور عينك، اليوم انا قريت اكثر منك. ما اكفر يا اخي، انت ليش تخليني اختلف عنك؟ انت ما قريت ولا كلمه بتوارث. الله يسلمك يا حبيبي. نقرا مسج نقول مشترك جديد او سجبوري، تحياتي لك والكادر كلكم شعر، وحيا حيا حيا للضيف احمد هندي. طيب تحياتنا لحبيبنا، تحياتنا له. نرجع نحس بتوارد لو كافي؟ لا كافي. دختو انت صرحت اخر شيء ببرنامج هيلو ليل انه ممكن 5 أو 6 ما كنت يعني عد اصابع اليد الواحده. زين، شنو كان السبب يعني؟ بس السبب مرد نعرفهم يعني. تهجم؟ لا ما من الممكن، لا ما من الممكن انه اهتم مثل هذا الموضوع. يبقى هو اللي تهجم عليه بالتاكيد. الموضوع انه مثلا قسم مجامله وقسم الى علاقه بفتره خطره مر البرنامج، كان لازم انه تكون عندي حلقات فترة تخص التفاصيل اللي مرت بالبرنامج. يعني اكو حلقات صارت انه ما توفر ضيف مهم ودخلت باب انه بس انه سد يعني اليوم ثلاثة لازم ينعرض البرنامج وانا لحد الان مصور. اكو فترة مرت فترة صعبة على البرنامج، كنت مطلع على هذه التفاصيل انه حتى وصلت انه مقاطع البرنامج، وهذا البرنامج لازم يقاطع ولازم ما حد يحضر به. قول لي ايه يعني. فبهذه الفترة كان انه واحد يحسب حساب لازم يكون عنده حلقات حتى يعدي هذه المرحلة. اضيف لك شيء يمكن ما ذكره احمد ذكره قبل شوية، اللي هو سبب اهم من هذين السببين. اكو ضيوف اجوي صراحة تفاجئنا بالشيء اللي طرحوه، يعني فاجئونا. انت تعرف انه كشاعر، شاعر ما عليه غبار زين، بس بس ما تعرف انه هو شنو بالحوار كاسلوب حوار وكمواضيع طرحته وكتقبل او تجاوب على الاسئله اللي انطرحت عليه فاجئنا بيها. اسماء ما يعني ما معروف، قصدي معروف شعريا بس ما مكتشف فيه. كل اللي اجوا بتوارد الموسم الاول شعراء يعني على مستوى، يعني ما اجى شخص ما معروف ونعرف بتوارد. يعني كل اللي اجوا هم نجوم، انطرحت يعني ثقافه حوارهم من خلال برنامجكم للناس. تعرف انت هم تقريبا قلت لك البرامج اللي كانت يعني البرامج اللي سابقه، ما اقول لك بعد توارد، تروح تقرا قصائد فقط ما تكتشف شخصيه، ماكو حوار، ماكو حوار ما تدخل ياب جدال وسجال. زين احمد، انت شلون وفقت بين الضيف؟ شلون عرفت بانه هذا يقدر يحاورك من جبته؟ ممكن انه تطلع الحلقه ما يهمني انه يعرف. شلون يهمك انت اذا ما يحاورك تطلع الحلقه؟ يهمني اني يكون واصل، ويهمني يكون نجم
ما يهمني شلون راح يحاورني. التوارد الثاني ولا الاول؟ الاول انا احكي لك. هو الاول الاول ما يهمني انه حواره حلو لو مو حواره حلو. ما يهمني انه يعرف شلون يجاوب لو ما يعرف شلون يجاوب. ما يهمني انه لما يكون بزاويه ضيقه راح يعرف يتخلص من عندها لو ما يعرف. بالعكس هذا الشيء كله بمصب البرنامج يصب بنجاح البرنامج يعني بالتالي. فمو مو مسؤوليتي انا اللي يهمني انه هذا نجم والناس تعرفه وقصاده واصله اليوم يكون ضيفي وحاوره. طيب اخر سؤال ووراها نختم قصيده ونختم الحلقه. انتم بما ان اثنينكم من الرمادي من المناطق الغربيه برنامجكم الاول ما خدم الشعراء الغربيه بصوره عامه يعني يعني ممكن طلع اربعة او ثلاث شعراء الجزء الاول. ليش الغربية عامة لو الأنبار خاصة؟ لا لا نقول إنه الأنبار من ضمن الغربية. عندنا شعراء خير من الله بالمناطق الغربية عموما وعندنا شعراء مبدعين شباب حلوين لكن حقيقة حقيقة نفتقر للنجوم. صح ما عندنا نجوم وبرنامجنا يخص النجوم يعني هذا واضح وهذا تحدثنا به قبل يخص إنه شخص عنده مادة. أنت من تطلع شخص المفروض محتك بالوسط عنده مادة ممكن عنده مشكلة ويا أسماء مهمة. تأكيد هذا اللي اعتمدت عليه ولا أنت أكيد لو ما يكون نجم ما راح تصير عنده مشاعر. صح ولا أنت ما يعني مو معناها إنه ما عندنا شعراء بشاعرية عالية مبدعين بس ما واصلة. صح طيب لو توارد اختص بشعراء الغربية ما كان نجح؟ أتوقع مو أتوقع لأن أنت من أنا لازم أنتوا إنه تركز على خصوصية الشاعر إذا كان هو محتاج. أغلب شنو سبب احمد محمد يعني انا اكو هسه اي شاعر تجيبه اليوم الناس ما يعني لهم شيء ما يتابعه. واذا قلت له مثلا انت عندك مشكله مع فلان الناس تبحث يعني هذا احنا خلينا نكون صريحين مع انفسنا. البرنامج خاص بالنجوم. احنا شعراء عندنا شعراء مبدعين وشعراء مميزين بمحافظاتنا وحقيقه انا يعني دائما افتخر واتمنى انه اقدر اخدمهم يعني حتى من خلال وسائل الاعلام من خلال القنوات من خلال البرامج ان شاء الله الله يهيئ لك الفرصه وتخدمهم الله يسلمك. لكن بتوارد ما اقدر اخدمهم. اي صح يعني بتوارد ما يعني راح يصير مجامله. اي بالضبط يعني انا مثلا لو كانت قناه الانبار لو قناتنا اللي اشتغل بها هي قناه الانبار كان من الممكن انه اجامل فد كم اسم لان القناه قناه الانبار نقول ومضطر ولازم. لكن القناه ايضا مو قناه الانبار هي قناه سامراء. فاذا كان مبدا المجاملات وارد فالاولى انه اجامل القناه لان هي قناه سامراء وتبث يعني تعتبر تحمل لوجو الملويه وقناه سامراء. فلذلك الموضوع بعدنا عن المجاملات نهائيا وكان الضيوف نجوم. لكن يعني مرينا بمرحلة صعبة اضطرينا من خلالها نجامل بكم اسم. اها طيب ليش شعراء احنا نقول هسه شعراء الغربية ما صدر منهم نجم بالتالي ما نشوف اكو قلة من الشعراء الغربية محتكين بشعراء الوسط وبشعراء بغداد نقول او الجنوب يعني كل السؤال مهم. انا نظرتي الشخصية هذه الفترة اللي هي فترة يعني وجود الشعراء واكتشاف شعراء جدد في المحافظة واليوم بدينا نشوف شعراء فترة تهجير وفترة ابتعاد عن منصة وفترة ماكو اتحاد وفترة ماكو مهرجانات وفترة ما عندنا تواصل. بهاي الفترة الثلاث سنوات أو الأربع سنوات هذه اللي مرت فترة مأساوية. صح. يعني طلعوا عندنا شعراء بس التوقيت كان سيء. يعني مثلا ماكو توفير منصة يعني ماكو أنا بعدني في بداياتي توجهت صار مهرجان مو توجهت لدعوة لي توجهت دعوة للاتحاد. الاتحاد رشحني أروح أقرأ بالنجف. رحت قرأت بالنجف تحياتنا لكل أهلنا بالنجف تحياتنا قصيدة الإمام علي. قصيدة الإمام علي وصلت وانتشرت وتداولت على مواقع التواصل الاجتماعي كان بسبب هاي الدعوة. بسبب هذه الدعوة يعني بعدها مهرجان آخر قد يكون في صلاح الدين أو في الكوت أو في محافظة أخرى وبالبصرة من خلال هذه المهرجانات يعني توفرت لنا الفرصة إنه نوصل للناس. وبعدها من وصلنا بدينا عاد نقدم ونرسم ونخطط يعني أنا أقول يعني مساكين وهم بنفس الوقت أبطال إنه الفرصة اللي توفرت لنا
ما توفرت لهم. الشباب اللي الان بدوا اللي من 3 سنوات اللي بدوا يعني كشفوا عن اقلامهم وكشفوا عن كتاباتهم وقصائدهم كان الظرف ما خدمهم، لكن متاكد باي فرصه راح يطلعون شعراء من الغربيه عموما طبعا. شعراء الغربيه، لان نتحدث عن الغربيه مو كمناطقيه لا كشعراء مظلومين اعلاميا المرحله القادمه، لان هذا الالم وهذه العذابات وهذه السوداويه الحياه السوداء تولد اللي مر... إبداع. تولد ابداع لا محال. فهذه مرحله راح تكون مرحله القادمه لشعراء الغربيه وراح توصل اسماء مهمه وراح يثبتون، بس يرتدون ثوب الغربيه. يعني احنا عندنا مشكله انه تقليد، مشكلة التقليد، مشكلة انه ما حد يرسم لنفسه شخصية شعرية، انه دائما تأثر بفلان 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 بهذا الخط وكتب على نفس هذا الخط، هذا ما راح يطلع بنتيجة. كل من يختار هويته وشخصيته الشعرية، ومو انه اريد انطي نصائح، انا اصغر من انه انطي نصائح، لكن اتحدث عن شبابنا اللي هسه بدوا يكتبون ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفق الجميع، وهذا ان شاء الله احنا نطالب انه البرامج انه تنصف شعراء الغربيه في حال اذا المقدم البرنامج يعرف انه شاعر عنده امكانيه يقدر من خلاله يفجر الطاقات. بالمناسبه يعني ما نتحدث بهذا الامر، هواي من شعرائنا الشباب المبدعين يعني حاولت انه اقدم لهم ما استطيع من خلال العلاقات مع اصدقاء بالتلفزيونات، البرامج الصباحيه، البرامج اللي تريد شاعر، لكن بما يخص توارد هذا اكيد هذا ما يتحمل مجاملات، وهذا هو سبب نجاح توارد انه ما دخل من باب المجامله. نسمع قصيده، نسمع قصيده. اعطيني الميوزك حتى اختار القصيده والميوزك. تحية من كادر إذاعة الغد إلى كادر سامراء، شكراً وإلى الزميلة أسيل، تحياتنا لأسيل الطائي وتحياتنا لهم جميعاً لحبايبنا والغوالي على قلوبنا. أتذكر لي وحدة كاملة تقول لي بيتين وقفل تمام. كثر ما مشتاق لك مشتاق أموت، كثر ما مشتاق لك مشتاق أموت، وكثر ما بيكم بعد بي وفى، وشوق لك دزيت أو تذكرني عود لما نبديرتكم تمر عاصفة. هذا شوقي وهذا حبه مستحاي، واخذ هيك غيابي بفراقك صفر، قمت استاحش اذا مر بي ليل، ساعة انزف شوق ساعة انزف وفى، وانزف لحد ما بقى بس القميص، والله لو ما عيب هم كان انزف. القال والله ما روح وتالي راح، بيش بعد الله يا غالي نحلفه، مثل طفل الروح متعودة عليك، مو حجاية العابرة وأي سالفة، هي يم حضنك وبالقوة تنام، شلون تخفى بنص حضن ما تعرفه. الله الله، عالظهر صورتك أقلبها من أنام، شوية قلت أنساك تعبني الوفا، عود غطيت الوجه لكن لقيت نفسي قمت اشتاق لك وجهه وقفا، بس أمانة تلقى شوقي من يجيك، ولا ترد لو على حضانك شفا، ومنتهب نسمة هوى طب جو عود، شوق لك مو مال نسمات على باب، هاي مو من عندي أنا البية حار، يجوز هاي الواحد وهستوى حاب. الله، بي ضيقة نفس من يوم المشيت، صاير اجوي من بعد ذاك المصاب، الله، وانا خايف على التقويم الجديد يمكن يحطوني ويشيلون آب. الله الله، مو عذاب البي شي اكبر هواي، واختلف عن كل من يقول انا حاب، مو عذاب البي شي اكبر هواي، واختلف عن كل من يقول انا حاب،
بي يا شيخوخة وفة تنتظر بيك، أنا بالحب وين وين الشباب، علي لا تحط حملك بعد ضعفان بكثر شوقك إلك مشتاق، ضعفان صدق حقك ترى من تقول ضعفان ضعفان فقر دم ودمع سويت بي. الله سلام صح لسانك، صح لسانك عندي صدق ضعفان. الله يسلمكم الله يسعدك. اليوم انا كلش فرحان وشت مشتاق لكم طبعا. الله يسلمك، مسرورين جدا انتم اليوم ضيوفنا. الله يسلمك والله حقيقه، يعني حتى اكون صريح وياك يعني مسرور بوجودي معاكم مع الزملاء الكادر الرائع واذاعه راديو الغد العزيزه. اما يعني دائما ما احب اكون متواجد بالبرامج حتى ما اثقل، لان موضوع القصائد يعني قلت لك بقالي فتره مبتعد عنه والجمهور يحب انه يسمع قصيده، فاعتذر مره اخرى الجمهور المستمعين المشاهدين خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ومكسبي الاول انه شفتكم في دول عينك. الله يسلمك وتشرفنا بيك سفيان ايضا. سلمك. حبيبي حمودي شكرا لك على الدعوه. شرفنا بيك وصراحه مشتاق لك وشفناك طبعا من خلال اذاعتكم. نوجه تحيه للكادر جنود الابطال وتحياتنا لأهلنا وناسنا بالموصل ومبارك لهم على التحرير والانتصار ويا ربي عودة الحياة بصورة طبيعية وإن شاء الله الأمن والأمان في دول عينك. شكرا لكم. على طار الموصل ولو وصلنا الختام، إن شاء الله إن شاء الله انتظروا عمل عربي بمناسبة تحرير الموصل، الموصل الحدباء إن شاء الله. إن شاء الله مختمنا حق الموصل عليه. المخرج طمع بيه يقول خلنا نسمع منه شوي. العمل راح يأدوا فنانين تونسيين تحياتنا لهم. راح أقرأ المقطع اللي أقرأ البدلة العسكرية وعوف المقطع. سفيان غير أناني. يقول يعني من ضمن العمل زين مو مطلع العمل، من تونس الخضراء للموصل الحدباء، قلوبنا وياكم برواحنا نفداكم، رب السماء يرعاكم والله ما ننساكم، أنتم لها أبطالها أهل العراق رجالها، يا نينوى أنت الهوى بفراقك القلب انكوى، يردلي يردلي الموصل العراقية، رجعت الحضن الوطن الموصل العراقية. الله الله عليك. الله حرقة حصرية رفعت شتريك يا حبيبي. عاش ايدك ان شاء الله عمل ناجح اكيد مثل باقي الاعمال اللي اشتغلتوها. ان شاء الله يا ربي بالتوفيق لكم التوارد الثاني والثالث والرابع والخامس. الله يسلمك حمودي، توفيق للجميع ولك. يخليك الله مبارك على هذا البرنامج. الله يخليك. وصلنا وياكم إلى نهاية الحلقة أعزائي المستمعين والأخوة والأصدقاء المتابعين من خلال البث المباشر. نلتقيكم كل أحد وأربعاء. إعداد أخوكم إعداد وتقديم العفو أخوكم محمد سعيد، وبالإخراج رعد المصلاوي. مع السلامة.